انا تليفون يا استاذ محمود. الو، ايوه يا فندم، ايوه اتفضل حضرتك. الله يبارك في حضرتك. اتفضل معاك الشيخ. الله يبارك في حضرتك. فضيلة الشيخ، انا بسأل حضرتك بس تقولي لو في حد مثلا شغال في الكشف واحنا عارفين انه بنستمعين بكده، الصوت مش واضح. لا ازاي لا عنده ثواني شغل يا استاذ عادي؟ محمود، الصوت مش واضح. بقول لحضرتك ايوه سامعني كده؟ اتفضل كده سامعني حضرتك؟ اتفضل. بص حضرتك، انا بسأل فضيلة الشيخ لما يكون في حد مثلا شغال في الكشف وعنده كتب وكتب الأدلة، يعني مفيش كتب كده، هل ده يجوز ترحب ولا لا؟ تخش البيوت ليه؟ طب هل هو من الدرجة الأولى؟ من الدرجة الأولى. يعني بالنسبة لك مثلا أب أخ ابن كده؟ اه بالظبط، وإن أنت على يقين من هذا الأمر؟ على يقين انا بس الناس كلها عارفة. لا، أنا ماليش، أنا ما أقصدش الناس، دايما ممكن الناس تبقى عارف حاجات كتيرة جدا وخطأ. أنا بقول لك أنت رأيت بعينك أو سمعت بأذنك؟ انا بقى ما سمعتوش، فمعلش قول لي يا شيخ هو طيب، كان هو بيسأل على ايه. بيقول ان هو دلوقتي عنده حد قريب من الدرجه الاولى زي ابوه او اخوه. مين تمام، مين الدرجة الأولى؟ معلش. الدرجات الاولى اللي هم الـ 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 الفرع وما نزل، ابني ابن ابني، بنتي ابن بنتي، وهكذا، تمام. والاصل وما علا، ابويا جدي جد جدي، وهكذا، والفروع اللي هم العمات والاعمام، تمام كده، والاخوال والخالات، دول اسمهم الدرجه الايه؟ الاولى. ماشي، دول الدرجة الأولى. اللي هم المحرمات في الاسلام. تمام، لان احنا عندنا درجه اولى في وعندنا ذوي ارحام. ذوي ارحام بقى ان شاء الله نتكلم عنها، اللي بقى ابن ابن عمي من فرع العيله، اوكي اللي تمام. كان زمان كده، اللي كان زمان كان تمام. دلوقتي احنا ما بنعرفهمش اصلا. نسال الله العافيه. احنا دلوقتي يعني كل واحد فينا لو جه العيد ورفع السماعه على اخوه، بيبقى بقى نعمه وفضل من الله. طب تمام، انا عايز اسمع بقى سؤال طيب، المتصل عشان هو بيتحدث بيقول ان عنده حد من الدرجه الاولى زي تمام. مثلا ابوه او اخوه، هو بيعمل بالسحر والعياذ بالله. يا ساتر يا تمام، رب، اللهم عنده احفظنا. كتب من كتب السحر ومعتقد في هذا الامر تمام. وشغال فيه، فبيقول كل ما بيخش عنده او بيجي له بتحصل ايه؟ بلاوي سوداء. فهل يجوز ان هو يقطعه؟ قطعه؟ تمام، انا بقول لك الاسلام لا ضرر ولا ضرر، ولكن بقول لك في البدايه زي ما سالتك والخط اتقطع، لابد ان تكون متيقنا من هذا. تمام، الناس بتقول ما من الناس تاخذوش جعوا بالناس. بالشك. تمام، النبي قال كفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. تمام، الناس بتقول الناس كتير. بتقول انا لابد ان اشوف بعيني او اسمع بايه؟ بوديني. باذني. اذا كنت متاكد من هذا الامر وتيقنت عن طريق علمك وسمعك وبصرك، في الحاله ديت يجوز قطعه، لانه اصلا الساحر كافر والعياذ كافر، بالله. صح تمام، كده. فانا بقول لك ان كنت متاكد تقطعه قطعا تاما لحد ما ربنا يتوب عليه وهو يتوب، والا فلا رحم بينكما ولا صله بينكما، والله اعلم. تمام.